السلام عليكم خوتي وخواتاتي ومرحبا بكم في حلقه جديده وفلوق جديد على قناه يلا نصيدو. المهم اخوان من بعد ما كان تريب من كازا درنا رحلات صيد وحاليا متواجد مدينه الداخلة ان شاء الله الرحمن الرحيم. المهم الخوت اليوم دابا حاليا غادي نجمعوا المؤونه ديالنا او الكاشطي ناخذوا لا كلاص ناخذوا الطعم ناخذوا كل شيء ان شاء الله الرحمن الرحيم وغنتوجهوا مباشره للمصيد. المهم الخوت ما تنساوناش التعويض ديالكم غادي تشوفوا معنا هذه الرحله كيفاش غادي تدوز من البدايه ديالها الى النهايه غادي تشوفوا شكون الرياس اللي مرافقيني. كنتمنى لكم مشاهده ممتعه للخوت. تحياتي دينا المؤونه ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. حنا كنوجدوا كندكسوا داكشي في الطوموبيل انتم هاد الاخوان طويجين كلشي مشارجي انتم الشباب كلاصيرة القيطون الخضرة على مولانا تبارك الله على الرئيس محسن. تحية ليك خويا الرئيس ايوب وايوب وايوب مزيان على مولانا اخويا على مولانا. هانتوما الخوت عامره ما كاين فين تزيد. هنا كاين الحليب العطريه الفاخر هنا الخضره القيطون القصب الباكتاجر خوت والكرتونه ديال الخبز هذه فيها لا كلاص دانون طويجين ما كاينش فين تزيد. الماء راه هو على مولانا الكريم. الشباب واحد الغديه وخفيفه ظريفه قبل التوجه للمصيد ان شاء الله. الصحة والراحة الرياس على مولانا الخوت. حنا غادي في الطريق ان شاء الله. حنا دابا في خرجة ديال المدينة الداخلة توجهوا نيشان ان شاء الله للمصيد. هانتوما الخوت ما لاقي فين نتحرك دبش غادي عامرة نحاول نزيد في الفوليوم. المهم وصلنا تبارك الله هو هذا الخوت كما كتشوفوا اللهم بارك اللهم بارك على مولانا الكريم. الاخوان الطوموبيل راه هي القيطون ديالنا غادي نديروا له في نص الطريق ان شاء الله وعلى مولانا الكريم. اخوان ضربنا القيطون ديالنا وصلنا بخير وعلى خير درنا نمنم قادينا المسائل ديالنا هزينا الكسيبات ديالنا وصلنا للمصيد الخوت هو هذا تبارك الله اللهم بارك. قادوا الكسيبات ديالنا الرئيس ايوب غادي يمشي يصيد لنا الطعوم غادي يصيد على سيبيا ان شاء الله الله يجيب اسمينا الخوت. يا سلام واحد الفرحه وواحد النشاط من بعد التعب ديال بط الباكتاج من الطوموبيل وبلي القيطون الله يا ما تنساوناش الخوت بالتعويض ديالكم الله يسهل علينا يا ربي. رمضان مبارك سعيد لجميع الخوت وعلى مولانا اجواء رائعه جدا ما عرفتش ما نقول الخوت على مولانا الكريم. الخوت قميمه ديال 120 غرام ترقيعة ديال 40 طعم الكوطو في جوج صنارات وحده الفوق وحده لتحت وعلى مولانا راه الرئيس ايوب مشى شحط انا غادي نمشي نشحط الخوت وما تنساوناش الخوت بالدعوات ديالكم والا كان شي التقاط ان شاء الله غادي نصوروا لكم. وعلى مولانا الخوت راه باغي نشحط دعيو معايا. الرئيس ايوب ضرب لنا واحد الطعيمه سيبيا
سير على مولانا، على مولانا. اللهم بارك. ها الطعيمة بداش كتوجد. ها انت اخوتي حنا راه كنجمع هاد الشغال هذا، حتى هو راه طعم فتاك جدا. ها الطعيمة ديال الليل. ها الطعيمة ديال الليل. ها هي. بقى حية مسكينة. مع التشحيطة الأولى. التشحيطة الأولى. على مولانا اخويا يا سلام. ها هما الخوت جمعنا طعيمة. الشغل. طعمة زوينة الخوت هادي. دابا نوريكم إن شاء الله الطريقة ديال التطعام ديالها. الكسيبات راهم مشحطين في الكوطو، الرئيس ايوب كيصيد على السيبيا، منظر الغروب اللهم بارك يا سلام. تبارك الله الخوت، واحد التقويصه عندي في القصبه ديالي. تبارك الله يا ربي تكون معايا شي بياسه. الرئيس الرئيس صورني. للأسف الخوت غالبا هذه غادي تكون سمكة الراي، شي راي غليظة. ما ديرش دار المونتاج ديالها صراحة، تندير غير ترقع على 40 العمارة ديال الخيط 40. المهم دارت على شي حجرة تما وقطعات. هو الرئيس أيوب كيجمع ما مكتاباش في الرزاق، وحنا ما مصيدينش عليها صراحة، كنت حاب شي دورادة ولا شي خيرها في غيرها إن شاء الله يكون خير إن شاء الله. هذه بادرة خير. هو الرئيس محسن مع شي بياسة اللهم بارك، الله يسخر فيها مع هاد المغربيه الخوت. تبارك الله تقيوسات اللهم بارك. الله اعلم الله يضر. سير على الله رئيسي. على مولانا اخويا. سير الرئيس. سير اخويا الله يعطيك الصحه. سير اخويا. سير اللهم يسير. بورا بسم الله زريقة دورادة دورادة. تبارك الله اللهم بارك اللهم بارك. زريقة تبارك الله اللهم بارك. الله تبارك الله والله يعطيك الصحة ودي الرئيس. انت ماشي شنافرين انت يا قصاب انت. تبارك الله الخوت أول دورادة هاد العام. تبارك الله اللهم بارك. هانتوما الخوت راه غليظة. هبط هبط الغدار خير خير. هانتوما الإخوان تبارك الله هايدي. تبارك الله الخوت تبارك الله ضرب على السيبيا على مولانا. خوت اول قوس كيصور. خوت اول قوس تعبوا بسم الله. بعطاحت ظلمه يا بسم الله. مشات وي وي مشات. اسير سير لا لا مشات. تبارك الله تبارك الله اللهم بارك اللهم بارك. تبارك احلى سفينة اخويا ايوب. احلى سفينة اخويا. تبارك الله عندك الماء اخويا واك. صريحة يا سلام. هاي بدات كترسم يا اخويا. لا مولانا اللهم بارك اللهم بارك. شو سور جلال اخويا شو 43 11 تبارك الله اللهم بارك. الطعم وري الخوت الطعم اخويا ايوب. سيبيا 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 بالليل الله يسخر فيها اخويا. تبارك الله تبارك الله. لاباديش زيدي 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 زيدي. تبارك الله تبارك الله يا الخوت اللهم بارك تبارك الله. ها سارطا سارطا تبارك الله. سير على الله. يا خويا حنبل 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 زين حنبل. اضرب على العكريز الله يضرب عليه. تبارك الله تبارك الله تبارك الله.
بارك الله اللهم بارك. الخوت واحد التطعيمه درت ليه عجيبه تبارك الله حليب الزين يا ريسي. وييه صحبه زريقه انا ما نكذبش عليك دابا تجي زريقه في تبارك على مولانا تبارك الله اللهم بارك اخويا على مولانا اخويا الله قاس عليك ما شتاش تبارك الله تقي وساش الخوت ما عرفتش كيبانوا ولا ما كيبانوش اللهم بارك نجيب صنابري تبارك الله اللهم بارك خوت تقيوسه زينين ولكن الليله الخوت راه ما كاينش كيفاش سير اخو اللهم يسر اللهم يسر اللهم يسر اللهم يسر اخويا اللهم يسر على مولانا الله اخويا الله 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 سير اخويا الخوت اسمحوا لينا على الاضاءه وصافي راه الشيء اللي عطى الله ولاني راه حنا عايشين داك الشيء وانتم ما كتعيشوا معنا كما هو الخوت تبارك الله اللهم بارك يا ريسي سير اللهم يسر عرفتي تقيو سات الخوت راه يا سلام تبارك الله دبدوبه تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله الله يعطي الخويا الصحه تبارك الله اللهم بارك تبارك الله الخوت فياسة زينة تبارك الله يلاه قال لي غير نشحط على الدبدوبه تبارك الله تبارك الله راه كاين الميزان اخويا ايوب تبارك الله اللهم بارك اخويا اللهم بارك الرئيس الله يعطيك الصحه تبارك الله يعطيك الصحة اخويا تبارك الله الله ما يسر باقي باقي الخير خويا بغات نرشعلك ان شاء الله على مولانا شي سير الله تبارك الله نضيفوا الحصيلة الخوت ها هي الحصيلة تبارك الله اناناس قريفيح حنبل دورادة بورة دبدوبة تبارك الله الحصيلة مخلطة الخوش الدبدوبة تبارك الله قداش تبارك الله اللهم بارك اللهم يسر اللهم يسر اللي جا بسم الله اخويا اللي جاي بسم الله على مولانا هيا تبارك الله بور الله هذا تبارك الله لاباديش تبارك الله تبارك الله الفطور ديال رمضان تبارك الله تبارك الله زريقة هات كيس عليها هاك تمشي عندك في الاول تبارك الله الخوت يا سلام نجي جنب كيس على خيبر غير السوسلي سير على الله سير على الله هاي قبضه هاي حداك هاي حداك هاي حداك دوراك حنبل 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 واكل على العقل حنبل الزينة شداد شداد مثالي اللهم يسر يا رب على مولانا راهي بانت ليا فتفضلت زيدي زيدي سنور عاوتاني سنور عاوتاني هذا غلط على من الاخر اجي 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 اش بغيتي انت برطع معاك ما بغيناكش انت ما بغيناكش حنبل 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 زين على مولانا ما دارش الحساس بقى بعيدة
الحجر عاوتاني الحجر عاوتاني. ضرب على ضرب باش تعوم. لا لا الحجر عاوتاني. شوف شوف هذاك هذا الراس ها؟ شوف هذا الراس على الله. هاي جاية هاي سخر هاي بورة بورة ضربة على العفريت جبال بورين بورة أبانيش من بعد العناء ديال الطريق وتنزل الباكطاج وبنينا القيطون جينا صيدنا الخوت وجاب الله شي سير تبارك الله ربي ما خلاناش بلاش. ها واحد لاباديش واحد المعيزة ها واحد زريقة تبارك الله اللهم بارك واحد لاباديش غليظة الحنيبل لاباديش أخرى تبارك الله واحد أخرى خير 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 تبارك الله ها واحد الملكة واحدة أخرى باق الخير واحد البيرة واحد الحنيبل هذه هي الحصيله ديال هذه الليله هذه الليله الاولى وبهذه الحصيله هذه كنوصلوا الخوت لنهايه الحلقه تحياتي لكم كاملين رمضان مبارك سعيد السلام عليكم.